كم فنان عرض عليك الزواج؟ ليه؟ ليه الأسئلة دي؟ ليه بتعملي كده؟ ليه؟ يعني حصل كم؟ كتير يعني بالعدد؟ لا والله ما عديتهم. والله ما عديت. لا أكذب عليكي. جد؟ والله ما عديت فعلا، بس حصل يعني. طب بدك بساعدك بعد معك تيجي نعد؟ والله ايوه تغلقي اكتر واكتر، اتفضلي يا رب. تيجي نعد نبتدي. والله ما فاكره يعني، مش عدد ما اقدرش افتكر، لكن حصل يعني. حصلت كذا مره مع فنانين، انا بقصد فنانين ممثلين مغنيين. حصل يعني اكتر من اصابع اليد الواحده او الاثنين. والله الله اعلم، فعلا ما عادش اعد مره يعني. ولا مرة عملت لستة بالضحايا ما يعز الدين؟ أكيد لا. مش قوي كده على فكرة. طب ما أنت بتقولي لي كتير. يا كذا مرة، حصلت كذا مرة، اللي هي مش مرة واحدة، لكن مش لدرجة، مش بالعشر عشرينات وعشرات، وما أعرفش هتبقى كذا كذا مرة يعني. قيمة أغلى هدية حصلت عليها؟ والدتي جابت لي هدية عربية أول ما بقى ماديا يعني في القدرة على إن إحنا نجيب عربية غالية. جابت لك العربية. كم مرة ضربتك والدتك؟ وأنا صغيرة ضربتني ثلاث مرات. في إيه؟ بشو ضربتك؟ لا المواقف مش فاكراها، لكن لا ضربتني. ألم ولا علقة؟ ألم علقة. ألم ما في ألم حسب بقى يعني، اللي إيدها طوله. بس ما عملتهاش كتير بصراحة. وكان وأنا صغيرة أوي. كنت عنيدة، كنت تعذبيها. ايه هو انا برضو كان ليا مصايب يعني. مش زي ايه؟ زي ان انا فتحت دماغ بنت مره في المدرسه. يعني دي مش تاكلي قلم، انت عاوزه علقه عليها. ليه حصل ايه؟ ما اعرفش، حذفتها بطوبه بتاعت دماغ عشان شدتني من شعري. وشعرك بقى نقطة شمشوم شعرك كده؟ عقده فعلا. ما بتحبيش حد يمسكك بشعرك؟ لا ما يشدوش. اتضايق يعني، اتضايق جامد يعني، واضح ان انا بتضايق جامد. مسكت طوبه حذفت البنت، فتحت دم في كل وشها. عشان كده اكلت، اخدت علقه من والدتك. اكيد دي كانت علقه فيهم.